السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنصور سيناريو تسجيل الطالب أو للفريق تبعه واختيار المشرف. عندنا ستودنت 4 حيكون هو قائد الفريق اللي حيكون الفريق، ستودنت 22 حيكون عضو في الفريق، وستودنت 16 حيكون عضو والمشرف تبعهم تيتشر 5. الآن إحنا في الصفحة تبعت قائد الفريق اللي هو ستودنت 4، حنضيف العضوين هدول للفريق بالطريقة الآتية: الرقم الجامعي تبع العضو الأول أو الثاني، يعني قائد الفريق العضو الأول وهذا العضو الثاني، تسجيل. الآن هو أرسل طلبات للأعضاء، فبدنا نروح نقبلهم. بدنا ندخل على حساب student 22، مش دخل فيه. هذا هو الطلب تبعنا، قبول. تمام. الآن بدنا ندخل العضو الثاني ونقبل. اللي هو العضو 16. هذا هو الطلب من ستودنت 4 قائد الفريق، طبعا هذا من قبل ما لناش فيه، نقبله. تمام. الآن بنرجع تاني على حساب قائد الفريق اللي هو ستودنت 4 عشان نعبي باقي البيانات. نختار المشرف لأنه استكمل الحد الأدنى أنه وافق على الطلبات، فبنيجي نختار مثلا عبد الرحمن أس 4 هو المشرف. العنوان المبدئي مثلا شروة بيع سيارات، نوع المشروع موقع ويب وتطبيق اندرويد، ارسال. الان ننتظر رد المشرف. ندخل على حساب المشرف عشان نقبل اللي هو تيتشر 5. طيب، حيقول للمشرف انه ستودنت 4 طلب منك انك تكون مشرف لفريقه، وهذا العنوان المبدئي وهذول اسماء الطلاب الموجودين. بدنا نقبل، قبول. تمام. الان هي طبعا اول مجموعة هي للمشرف، هذول بيانات الطلاب، المجموعة الأسماء، أرقام الموبايلات، القسم، البريد، وهذا بيانات عن المشروع وبس.